الخير، معاكم كابتن محمد سيد. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم قوي، اضرار المكملات. نسمع كتير عن حالات وفاه بتحصل نتيجه استخدام المكملات، او نتيجه ان الاشخاص تنزل الجيم وتستخدم ادوات كتير او ادويه عشان تخس، او ادويه بتعلي الهارت ريت، او ادويه بتنزل الميه. هل الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط؟ اي شيء لو انت استخدمته بدون درايه وبدون وعي واستخدمته على جهل هو غلط. يعني المكملات في منها مفيد وفي منها ضار. طبعا في منها مفيد وفي منها ضار، بس انا محتاج ايه؟ يعني انا كجسمي محتاج ايه؟ هل انا محتاج ان انا اخد مكمل يعلي لي ضربات قلبي لدرجه ان انا يجي لي هبوط حاد في الدوره الدمويه مثلا، او انا محتاج ان مثلا اخد الدواء بنسبه معينه فهيعلي لي الهارت ريت بنسبه تخليني ان انا احرق دهون اسرع شويه. سوء الاستخدام للحاجه وللمكمل بيوصلنا لمرحلة ان احنا بنضر نفسنا مش بنستفاد منه، فبالتالي الناس بتقول ان المكملات ضارة. هي مش ضارة وهي مش مفيدة لو انت استخدمتها غلط. المكمل ما هو الا حاجة بتكمل فايدة اكلك، يعني انا ما ينفعش اخد المكمل وما اكلش، لا ما هو ده مش صح. انت الحاجة الاساسية اللي انت اصلا بتعيش عليها الاكل، ازاي مش هتاكل وتاخد حاجة بتكمل الفايدة؟ فالموضوع كده يبقى ماشي غلط. اولا ناس كتير بتكتب لناس ادويه، او في ناس بشوفها بتقول لناس ادويه خست عليها، فده ينقل لده خبراته الشخصيه وتجاربه الناجحه اللي نجحت معاه هو، وممكن ما تنجحش مع غيره، ممكن يعني يوصل الشخص اللي قدامه ان هو يعني يدمر له صحته، او ممكن لا قدر الله يتوفى. فعلا المكملات ممكن توصلك للمرحله دي. ايوه ممكن توصلك للمرحله دي، لان هي عباره يعني اكتريتها مواد كيميائيه. طب انا ازاي هستخدم ماده كيميائيه وانا اصلا مش عارف الماده دي بتعمل لي ايه؟ والناس اللي بتستخدم مكملات من دماغها الكلام ده مش صح. لازم الاول اروح لمختص، ابدا ان انا اساله ويشوف حالتي تتناسب مع المكمل اخده ولا ما اخدوش. الناس اللي بتاخد بسرعه شويه هي دي اللي بتودي نفسها لمرحله خطر، او بتقول لك ان المكمل ده ضرني. هو مش بيضر ومش هينفعك لو انت استخدمته غلط. اي شيء بتستخدمه غلط مش بتستفاد منه. لازم ان انت تبدا ان انت تعمل نيوتريشن بلان خاصه بيك انت، وبعدين تبدا تشوف هل انت محتاج فيها مكملات ولا مش محتاج، وهل المكمل ده هيفيدك ولا هيضرك، واستخدمه امتى وازاي، وامتى اوقفه وامتى اخده. الكلام ده كله لازم تعرفه، ولازم دايما تتعود ان انت تقرا عن الحاجه اللي انت بتاخدها عشان تشوف اعراض وتجارب ناس تانية خدتها. ما ينفعش ان انت تاخد الحاجه بسرعه عشوائيه بدون علم. كل ده بيوصلك ان انت قدام بتوصل لمرحلة ان انت اولا مش بتلاقي نتائج، بتدمر صحتك، بتلاقي عندك مشاكل في المناعة، مشاكل في الانزيمات، مشاكل في المعدة، مشاكل في الهضم. الحاجات دي كلها بتيجي نتيجة الاستخدام الغلط. استخدم الحاجة صح عشان تقدر ان انت تستفاد منها 100%. ليه ما تستخدمهاش خالص وكل اكل صحي؟ ابدأ العب رياضة عشان صحتك. تستخدمش اي حاجة ان هي في سبيل ان هي تخسسك بسرعة. اولا انت ما زدتش بسرعه، فهو انت مش هتخس بسرعه. لازم تحط القاعده دي في دماغك، وادي لجسمك وقته. تابعوني في الحلقات اللي جايه، هبدا ان انا اعلمكم ازاي تستخدموا المكملات، وهشرح لكم كل مكمل بيعمل ايه، هشرح لكم اكتر عن المكملات، فوائدها واضرارها، والمكمل اللي احنا ممكن نستخدمه ويبقى امن، وازاي نقدر نلعب رياضه في البيت او في الجيم، وازاي نستفاد الاستفاده الكامله من الرياضه. شكرا.